الإدارة الأمريكية أكدت على أن انتهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية لا يعني أن الولايات المتحدة سوف تغادر العراق، بل أن دور الولايات المتحدة سيبقى مهما كما كانت السابق، سواء في مكافحة الإرهاب أو التدريب أو الدعم اللوجستي أو الاستخباري للقوات العسكرية العراقية. ولكن الأقليات في العراق أبدت عن مخاوفها بعد إعلان انتهاء العمليات القتالية والمهام القتالية للجيش الأمريكي في العراق وقوات التحالف الدولي، كون أن ذلك يعني احتمالية عودة ظهور التنظيمات المتشددة والتي فتكت بهذه الأقليات في السابق. بعض الساسة الإزيديون عبروا عن قلقهم وخشيتهم من تكرار سيناريو ما حصل إبان دخول داعش للموصل، وبعض السياسيين المسيحيون العراقيون أيضا لديهم نفس الهواجس والمخاوف التي شاركها بهم بالتأكيد الصادة المندائيون. ولكن عدد من رجال الدين المسيحيين وقادة الجاليات العراقية هنا في الولايات المتحدة أكدوا بتصريحات ليلة أمس لون نيوز أنهم يطمحون إلى إيجاد صيغة قانونية دولية تكون من خلال الأمم المتحدة تحميهم في العراق، كون أن الحكومة العراقية بوجهة نظرهم غير قادرة على ذلك، وأنهم غير معتمدين على الولايات المتحدة الأمريكية بحمايتهم أو حماية أرواحهم أو ممتلكاتهم بالعراق. الولايات المتحدة الأمريكية بدورها أكدت على أن هذه الأقليات يجب عليها رفع صوتها عالياً، وأن تطالب الحكومة العراقية بضمان حقوقها وأمنها واستقرارها.